نرجع بقى تاني وفقرة قالوا قلنا ونشوف سالم قال ايه وقالوا امتى وقالوا ولا لا. ابتدى نصر. اقرا ما يهمكش. محمد سالم: كنت قريب من اللاعب الاهلي وشعرت بالحزن بعد رحيل فيرا عن تدريب نادي الزمالك. انا قلت كده وده حقيقي حصل يعني. قلت. اللي بعده: الزمالك ابعدني عن منتخب مصر وتعرضت للظلم مع الابيض. ما لسه كنا في النقطه دي من شويه يعني. تصريحك يعني؟ تصريحك. اللي بعده: فضلت الزمالك على الخروج الاحتراف وعانيت من كسر التغيير مدربين. لا، انا جزء من الخبر صح والجزء الاولاني خطا والجزء الثاني صحيح. عانيت من تغيير مدربين؟ انا عانيت بس ما فضلت يعني. انا رحت الزمالك بس كان قريب نزول الاحتراف يعني. كان قريب نزول. اللي بعده: الغاء الدوري يضرنا. قلت كده بالظبط. الغاء الدوري يضرنا اكثر من الاهلي اللي شبعان بطولات. طبعا يعني كنا محتاجين ان الدوري يرجع عشان نوصل اللي احنا وصلنا له دلوقتي يعني. اللي بعده: محمد سالم يكشف عن سبب فشل انتقاله للاهلي ويصرح عن كنت ايه ضحيه في الزمالك واستبعادي لم يكن فنيا. انا قلت كده ضحيه. استبعادك كان ايه؟ مش عارف، انا لحد مش عارف يعني فنيا. ان انا فنيا الاوقات القليله او الضايق بمعنى صح اللي شاركت فيها كنت الحمد لله مؤثر وسجلت اهداف. فلو فنيا انا هستبعد ليه يعني. اللي بعده: محمد سالم: تجربتي مع الزمالك لم تكن ناجحه. اكيد ما بالنسبه لي انا كشخصي ما حققتش يعني ان انا لعبت الزمالك ده كبير، بس انا ما حققتش الطموح الشخصي بالنسبه لي ان انا اكمل في منتخب مصر او ان انا استمر في المشاركه يعني. شرفتنا سالم. ربنا يخليك يا بسيط. اتمنى لك كل التوفيق وتكسر الدنيا وتطلق مع المقاولين وتحقق كل احلامك وطموحاتك ومبروك مقدما.